بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم بناتي وخياتي، أهلا وسهلا بكم. اليوم حبيت نشارككم الخياطة ديالي نظرا لطلب بعض البنات، قالوا لي طاطا ورينا الخياطة. اليوم حبيت نشارككم هذه البلوزة الوهرانية، درتها الوحدة طلبتها لي دوغي بالفيغ. بون درت لها ليستخاس ودرت لها بيغلاج، لو بيغلاج نقولوا له حجيرات، ودرت لها ليكو، درت لها وريدات. هي اللي خيرت الرشمه. بون هنايا عندي هذه الرشمه، هنا بديتو شريت لي بيغ على حساب الرشام شحال يرفد لي. بون عندنا ليستخاس، هذا هو الرشام، عندنا رولو تاع ليستخاس، شريت لها رولو تاع ليستخاس في الدوغي. وعندنا هادو ليكو، شريت لها 12 حبة في الجهة فقط، هذه غير الجهة تاع الصدرية في الفيغ، وحرين لي بيغ حرين. عندنا الدوغي والفيغ وريدات، هادو شريت 22 البري تاعهم يدير 3500 الحبة، وليكو تاني 2500 الحبة في الفيغ وفي الدوغي. وهذا الوريدات ثاني شريتهم 4500، هذا ليكوت 4500 دوغي وحرين، شريت لها في الحر. وعندنا هذا الوريده شريتها، هذا الوريده شريتها لها ب 17000، وريده نديرها في الوسط مع هذيك الكوت صغيره ثاني نديرها في الوسط، وحده وحده شريت وحده للستر وحده للظهر، هذه غير جهه تاع القدام فقط كيما راكم تشوفوا. هذا باش يكفي الستر، راح نوريكم كيفاش نبداو نلصقوا. وهذا الورده هذه تركب بالبره والخيط، فيها العين كيما القفله. بعد ما نقص، بعد ما نكمل الستر راح نحكمها بالبره والخيط ونلصقها. هنا يجوا هذو في الوسط درتهم، نوريكم فقط كيفاش نحطهم. وكي نحي النيلون باش راح تتبعوا معايا كيفاش نحط لي بيغلاج لي بيغ. يتخدم على مره واحده، لازم واحد يوجد كامل واش يخصو المشتريات تاعو كامل، يدير حسابه ويشري بزياده خير. ولما نحي النيلو هذاك ونبدا نلصق جيله في الجيلاتين على ورق الجيلاتين، لازم نخدمو في نهار واحد، ما يبقالناش باش ذاك اللصقه تاعو ما تبدلناش ويسقنا. هذه طريقه، راح نوريكم فقط طريقه تاع كيفاش حطيتهم فقط. درت وحده بوحده، حطيت دوغي وبعد الفيغ، دوغي والفيغ باش كاسيت لها اللون الدوغي، والقماش تاعو دوغي، راح نوريكم القماش تاعو بعدين. هنا بنتي راهي تعاون فيا يتمد لي وانا نحط فيه. كل وحدة خضراء حطيت حداها دوغي. هنا راني نلصق فيه، هنا نحيت النيلون، نحيت هذاك النيلون وراني نلصق فيهم. نبداو في الاول نلصقوا، نحطوا الحجيرات لي بيغ، نحطوهم هما الاولين باش نتبعوا ليستخاس. هذو الغوج هذا درتو لوحده اخرى ثاني، حبيت نوريكم برك المشتريات تاعو. شيت لي بيغ غوج، راح نوريكم هذا الصدر ان شاء الله معايا، هذا غوج بالارجون ان شاء الله، راح نوريكم الخياطه تاعو في فيديو اخر ان شاء الله.
بون هنايا يعني نلصق فيه، يعني نوريكم تراسيتو كامل باللي بيغ. هنايا كملتو، هذه لا فينيسيون تاعو. جا الله يبارك ما شاء الله، عجب مولاتو، شافته عجبها بزاف. القماش دوغي شويه لا كولير باش تبان مليح، مي على حساب الضو. هاي دوغي صورت لكم في الليل، القماش تاعو دوغي، هو دوغي بالفيغ. هاوين هنايا بينت لكم هنا مليح، راح نوريكم ان شاء الله لا فينيسيون تاعو تاع الخياطه، راح نوريها لكم ان شاء الله في قناتي ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم، وخلوا لي كومونتير وجام ربي يحفظكم. ان شاء الله في المره الجايه نوريكم الخياطه تاعو. يلا مع السلامه، ما تنساوش تفرحوا خالتكم، ربي يحفظكم كامل ان شاء الله، يخليكم كامل ليا بناتي وخياتي. يلا ما تنساونيش بالجيم الكومنتير. يلا مع السلامة، موفقين جميعا ان شاء الله، مشاهدة ممتعة.